أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من مساحة للرأي. كما دارت روح المعركة للقضاء على الإرهاب في سيناء على الصعيد الأمني، فقد بدت أيضا معركة التنمية والبناء في هذا الجزء العزيز بعد ثلاثة عقود من التصريحات والوعود. الأمر مختلف هذه المرة، فالإرادة السياسية موجودة وبقوة، والحاجة إلى تنمية سيناء أصبحت ضرورة ملحة للحفاظ على الأمن القومي. كما أن أهلينا في سيناء الذين وجه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية قبل أيام يستحقون من الدولة بالغ الاهتمام لما تحملوه منذ عام 67 مرورا بحرب أكتوبر وما قدموا من تضحيات في تلك الفترة وحتى الحروب الحالية ضد الإرهاب. ولكن ماذا يمكن أن تقدم الدولة لمواطني سيناء؟ وأيضا ما هي الحاجات الملحة للتخفيف من معاناتهم؟ كذلك ما هي أبرز المشكلات التي تواجههم وتبحث عن حلول عاجلة؟ كلها أسئلة لا يستطيع أحد الإجابة عليها سوى أهلنا في سيناء. لذلك جاء تكليف الرئيس للمجلس التخصصي للتنمية المجتمعية بالاجتماع مع شيوخ القبائل على درجة كبيرة من الأهمية، تقديرا لكل سيناوي مخلص وحرصا من سيادتي أيضا على الاستماع إلى رؤاهم في خطط التنمية المزمع تنفيذها بشكل فوري وسريع. فما هي أبرز المشكلات التي تعانيها سيناء؟ وأيضا ما هي ملامح خطط التنمية والحالات والحاجات أيضا الملحة للتخفيف من معاناة السيناوية؟ هذا ما سوف نناقشه في حلقة الليلة من مساحة للرأي مع سيادة المستشار محمد مبارك عضو المجلس القومي لشؤون القبائل المصرية. أهلا بحضرتك ضيفا عزيزا في البرنامج. وخلينا في البداية يعني نتعرف أكثر من حضرتك على مفهوم المجلس القومي لشؤون القبائل المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ثورة 25 يناير أبناء القبائل العربية لم يكن لهم أي عمل عام، سواء كان في خصوص السياسة أو في النواحي الاقتصادية أو الاجتماعية. كانوا مغلقين على أنفسهم، يمارس ضدهم تهميش معين. بعد ثورة 25 يناير انطلق الشباب مكونا لأحزاب سياسية، منها الحزب العربي للعدل والمساواة الذي بدأت القبائل العربية في تأسيسه، وحزب الاتحاد العربي، وأيضا بدأ الشباب يكونون المجلس الأعلى للشباب، المجلس الأعلى للقبائل العربية، ثم تبعه بعد ذلك إنشاء ائتلاف شباب القبائل العربية وجمعيات لأبناء القبائل العربية في كل مكان. كان كل هذا الحراك حتى يكون لأبناء القبائل العربية دورا في خدمة المجتمع والمشاركة في كل المناحي التي بدأت الدولة تسعى إليها نهضة بعد 25 يناير. ولقد تقدم أبناء القبائل إلى الرئاسة، إلى الرئاسة السابقة برأس الرئيس المخلوع، وبعده تم المعزول، إلا أنه لم تجد أي صدى للموافقة على تأسيس هذه الكيانات ليكون معبرا عن أمال وتطلعات أبناء القبائل المصرية. وأخيرا التقطت المخابرات الحربية الخيط ووافقت على تأسيس المجلس القومي لشؤون القبائل المصرية، ووافق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء هذا المجلس، وصار هذا المجلس هو عنوان للقبائل العربية في مصر، معبرا عن أمال وتطلعات أبناء وشباب القبائل العربية. هذا المجلس يعني بكل المناحي الاقتصادية والاجتماعية والصحة، لجان تم تأسيسها في المجلس، كل لجنة تعني بملف معين. من خلال هذا المجلس يبدأ في طرح الرؤى التي يعرفها أبناء القبائل العربية، القبائل العربية والمصرية، باعتبارهم هم الذين قد يقطنوا أطراف الدولة، وأهل مكة أدرى بشعبها طبعا، عارفين إيه الأماكن اللي ممكن يتفيد ويستفيد منها أبناء الوطن وهم على وجه الخصوص. فكانت هذه بادرة طيبة من السيد الرئيس على تأسيس هذا المجلس، وبدأت الاجتماعات فعلا تحضيرية، وتم إنشاء مجلس رئاسي لهذا المجلس ومجلس شؤون القبائل، مجلس شؤون القبائل المصرية، وتم تحديد اللجان ورؤسائها، وبدأنا في العمل فعليا تحت هذا المسمى الذي يعتبر مظلة سياسية واجتماعية من كل النواحي لأبناء القبائل المصرية في الوطن.
بنعلم بالطبع سيادة المستشار أن القبائل العربية حرمت من العديد من المميزات في فترة الرئيس الأسبق، ولكن في هذه الفترة الحالية بالتالي التركيز الآن مع إنشاء المجلس القومي لشؤون القبائل المصرية على فكرة تعزيز طموحات وأمال القبائل المصرية وتحويلها إلى واقع ملموس. هل هناك خطة ملموسة في هذا المجلس لتحويل هذه الطموحات والأحلام إلى واقع؟ نعم، نبدأ من الجنوب وإلى الشمال، لأن أبناء القبائل العربية والقبائل المصرية جميعا يعلمون الأماكن التي بها مجالات التنمية، وليكن في المثلث الجنوبي الشرقي مثلث الذهب. هذه المنطقة تحتاج إلى استثمارات من الوطن جميعا، لأن الذهب في هذه المنطقة يحتاج إلى تقنين حد، لأن طبعا أبناء القبائل المصرية يبدأون بالبحث في بأجهزة يدوية ويجدون الذهب على سطح الأرض أو بعد 30 سنتي. في الصحراء الغربية في الجزء الجنوبي أماكن واعدة للتنمية، لأن خزان جوفي ربنا حمى مصر به توجد المياه على مسافة 500 متر، تتدفق المياه تلقائيا بدون بمب، فهذا خير ربنا سبحانه وتعالى أعطاه إلى مصر. فلابد من البدء في تنمية هذه المنطقة، المناطق سواء الشرقية كما تكلمنا في تدشين شركات قومية للبحث عن الذهب، في المنطقة الغربية لابد أن نبدأ خطة طموحة لاستصلاح ملايين الأفدنة في هذه المنطقة. وفعلا من خلال برنامج السيد الرئيس تم حفر أبار في منطقة الفرافرة فوق ما يزيد عن 40 بئر، رأيتهم بأم عيني وأنا أزور منطقة الفرافرة. بدأت المياه تتدفق في هذه المنطقة مساهمة في استصلاح مليون فدان. أضف إلى ذلك بدء الخطة الطموحة لربط الصحراء الغربية بالوادي من خلال الطرق الفرعية من الفرافرة إلى ديروط، من الواحات البحرية إلى الفيوم، أو من بن مزار في المنيا كذا. أضف إلى ذلك المشروعات التي بدأت الدولة حقيقة تنتبه إليها في منطقة وادي النطرون ومنطقة العلمين. هذه المناطق واعدة تحل كل مشاكل شباب مصر، لأن هذه الزراعات لأن مصر حقيقة دولة زراعية لابد أن نعتني بالزراعة. وكان من أحسن الاختيارات في السيد الرئيس أنه تم بالزراعة باعتبارها أحد المصادر وقاطرات التنمية. نقول هذا في المنطقة الجنوبية وفي المنطقة الشمالية. في منطقة المنطقة الأخرى بداية حفر قناة السويس الجديدة حقيقة هو بداية تنمية لسيناء. هذه المنطقة تحتاج إلى تنمية تساعد أبناء الوطن. كما تعلمين أن سيناء ارتوت سراها من كل دماء الشهداء من كل المحافظات من كل البيوت المصرية. فلابد، فهذه المنطقة ليست مملوكة لأهل سيناء أو القوات المسلحة، ولكن نقول أنها مملوكة للمصريين جميعا، ولابد أن يعتني كل الجميع منهم بأفكاره ومشروعاته حتى يتم تنمية هذه المنطقة. في مناطق ملايين الأفدنة في منطقة وسط سيناء، في منطقة السر والقوارير تحتاج إلى مياه، تحتاج سواء إلى مياه الجوفية أو تزويدها بالمياه من خلال مشروع ترعة السلام. بالرغم من هذا المشروع لنا تحفظ عليه، تم تنفيذه بمليارات الدولارات، ولكن تم تنفيذه بالخطأ في منطقة خطأ. كان المفترض أن يتم الاستعانة بأهل القبائل، أهل القبائل الموجودين في هذه المنطقة، لأن كما تعلمين انحدار المياه دائما في مصر من الجنوب إلى الشرق. مسار للترعة قصدي حضرتك. نعم، مسار الترعة. المفترض أن المية دائما في كل مصر بتيجي من الجنوب إلى الشمال منحدر طبيعي. فكان المفترض أن يتم التخطيط وتنفيذ هذا المشروع بهذه الطريقة، ولكن للأسف أنه تم تنفيذ مشروع ترعة السلام عند منطقة سهل الطينة. فكان لابد أنه علشان يزرع المنطقة الوسط أو كذا لا يحتاج إلى مضخات مياه ترفع إلى أعلى، تكلف الدولة، تكلف الدولة صيانة، تكلف الدولة موظفين، تكلف الدولة سولار، تكلف الدولة كذا. هذا المشروع تم تنفيذه بالخطأ، ولكن ممكن استدراك ذلك من خلال زيادة المياه في صحارة سرابيوم حتى يتم نقل المياه إلى الجزء الشرقي من القناة، وبعد ذلك يتم زراعة وسط سيناء. منطقة سيناء تحتاج حقيقة إلى عقول واستثمارات من الدولة.
دولة حتى نحل كل مشاكلنا. عندنا سياحة دينية عند هذه المنطقة الوحيدة التي تجلى فيها المولى عز وجل وخاطب نبيه موسى، لابد من الاهتمام بهذا، ومن خلال هيئة منظمة لابد من الاهتمام أيضا بالثروة السمكية. مصر منطقة سيناء من رفح إلى شرق التفريعة إلى رأس محمد إلى نويب إلى طابة، كل هذه شواطئ تحتاج إلى استثمارات في الصيد السمك والاستزراع. لابد للدولة أن تبدأ في خطط طموحة إلى هذه المنطقة وتبدأ في تشغيل. أيضا لابد من الاعتناء بالطرق الفرعية وزيادة التعليم في سيناء، والأزهر الشريف له دور مهم من خلال نشر الكتاتيب، وأنا أقول أقصد بذلك نشر الكتاتيب حتى يبدأ صغار السن الأطفال من المرحلة الأولى أن يبدأوا في تعلم مناهج الإسلام الوسطي. سيادة المستشار اسمح لي أن أتوقف قليلا لهذا الفاصل ثم نعود إليكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. في حوار صحفي أبرزت سحر زهران إعلان محافظ شمال سيناء عن تدشين أضخم مشروع لإنشاء منطقة للصناعات الثقيلة إلى جانب تشييد مدينة رفح الجديدة في إطار خطة شاملة للتوطين في سيناء. في أفكار حرة يرى أحمد العطار أنه إذا كانت الدولة المصرية تبذل أقصى جهودها لجذب استثمارات جديدة فلا بد من استراتيجية اقتصادية محددة المعالم توضح ماذا تستهدف وما هي أولوياتنا. في تقرير إخباري كشفت وفاء بكري عن البدء في تخطيط مدينة رفح الجديدة على أعلى مستوى خلال أيام مع إخلاء المدينة القديمة لدواعي أمنية. في كل أحد يبعث عبد المنعم سعيد برسالة إلى الرئيس مفادها أن المشروعات والاستثمارات المطروحة لا يمكنها نقل مصر لمكانة أعلى ما لم يتم إصلاح جوهري في الجهاز الحكومي للدولة والقوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار. أما في رأي الجريدة يؤكد خالد صلاح أنه لا نجاح للاستثمار دون توفير الأجواء القانونية التي تحميه من بطش البيروقراطية ومن آفات الفساد والصفقات. في قلب الوطن يوجه إسلام الغزولي نداءه إلى القائمين على البحث العلمي ويطالبهم بضرورة تفعيل المعايير الدولية وتطبيقها على مؤسسات البحث العلمي ولإحداث ثورة علمية وبحثية تشارك في التنمية المستدامة. وأخيرا في كلام يبقى يرى ممتاز القط إن الأمن الاقتصادي يحتل أولوية خاصة في مفهوم الأمن القومي الشامل حيث يلعب الاقتصاد دورا هاما وحيويا. عودة إليكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، واستكمل حواري مع حضرتك سيادة المستشار محمد مبارك، يعني فكرة إنشاء مدينة جديدة على أعلى مستوى في سيناء هي مدينة رفح الجديدة، إلى أي مدى سوف تلبي طموحات أهالينا في سيناء خصوصا مع الوعد بتوفير الخدمات الخاصة بالبنية التحتية وأيضا الخدمات المتعلقة بالمدنية بكلمة مدنية؟ حضرتك احنا للأسف احنا نفتقد التخطيط ونفتقد جهاز يكون مسؤوليته التخطيط إلى ما قبل الأزمات. لو تعلمي أنني طلبت من أكثر من 8 شهور بإنشاء مدينة لرفح على أن يقوم بالاستعانة بأهل وشيوخ القبائل ومن خلال تصميم مسكن إلى أهل رفح يوافقون عليه، لأن كما تعلمين يحتاجون إلى مظلات أو ما شابه ذلك أو مكان للفسحة أو لتربية الماشية، ولكن لم يسمع أحدا إلا عندما بدأت هذه المشكلة الأخيرة التي حصلت في سيناء. نقول أن هذا لازم تأخر، كان لابد من العمل عليه منذ فترات، إلا أنها خطوة جادة إن شاء الله تحوز قبول أبناء سيناء، وخاصة عندما يتم استشارتهم لبناء هذا المنزل. ما هو شكل هذا المنزل، اتجاهاته، الغرف التي يحتاجونها، المناطق التي يحتاجونها، ده شيء مهم. لابد من الاستعانة بأهل رفح في بناء منازلهم. أما بخصوص التشريعات التي تحتاجها،
كل أهل سيناء كل التشريعات ضدهم، لابد من العمل على إصدار تشريعات حقيقية تملكهم أراضيهم، تملكهم مزارعهم، لأنه لا يعقل أني أنا موجود ومصري على أرض مصرية وأساهم في التنمية ولا يوجد ملكية لبيتي أو لمزرعتي بقوانين أخرى. يعني معلش، يمكن احنا قلت أن في غزو للموساد الإسرائيلي في المشرع في الفترات السابقة، لأن كان يحظر على أبناء سيناء تملك منازلهم أو أراضيهم، وده شيء مؤسف للأسف، لابد من تدارك هذا، لأن الحمق والحقد مرات يأتي إلى بعض الشباب عندما لا يستطيعون تملك منازلهم أو مزارعهم، أو أني أبدأ في مشروعات بجوار مناطقهم. يعني حضرتك في منطقة سيناء تحرك في لكل القبائل نفوذ أدبي على مساحة معينة، كل هذه المساحات المعينة محددة تحديدا كافيا، لا يوجد كيلو متر فاضي بدون نفوذ قبيلة في سيناء. لا يمكن أن أوافق أو أبدأ في خطة التنمية إلا عندما يتم إرضاء أهل هذه القبائل بمشروعات، سواء كانت مشروعات سياحية أو مشروعات زراعية. هم أعلم بالطبيعة الجغرافية، هم أعلم وأعلم، وهم يحتاجون حقيقة، لأن في تهميش حقيقي حصل. ولكن أنا أقول حاليا جميعهم مع الدولة في التنمية، لا يعرقلون التنمية، ولكن على التوازي لابد من تعزيل هذه التشريعات كما جاء في التقرير، لابد من تعديل هذه التشريعات حتى يمكن لأهل القبائل أهل سيناء أن يتملكوا أراضيهم، بل بالعكس في أماكن أخرى أيضا في مشاكل في محافظات أخرى لابد أن ننتبه إليها. يعني مثلا منطقة حلايب وشلاتين في قبائل حتى الآن لا يوجد معها بطاقات الرقم القومي من ضمن أبناء قبائل سواء كان البشرية أو الرشايدة. ده لابد أن نحل هذه المشكلة، مشكلة أبناء القبائل في كل مكان. لا أستظر حدوث مشكلة حتى أبدأ في حل هذه المشكلة، لابد من أننا كدولة أو كأننا كجهات سيادية تشرع في حل هذه المشكلات قبل حدوث مشكلة، بعدها طبعا نلجأ إلى حلول قد تكون غير مرضية. لابد أن نعي ذلك من خلال جهات مسؤولة عن التخطيط، مسؤولة عن حل كل المشكلات التي تقابل أبناء الوطن. أبناء الوطن ما ليكن في الوادي الجديد مثلا، أبناء الوادي الجديد أيضا لا يوجد لديهم تملكية لمنازلهم، دي مشكلة أخرى. لا يوجد شهر مكتب شهر عقاري في محافظة الوادي الجديد. أيضا يعاني أبناء القبائل في مطروح من وصول مياه، كما يعاني أيضا أهل سيناء عدم وجود مياه. أهل مطروح يعانوا من وصول مياه نقية إليهم في المناطق البعيدة. وبالتالي كل هذه المشاكل يمكن أن تصل إلى متخذي القرار من خلال هذا المجلس القومي لشؤون القبائل. برامج حضرتك لابد أن كل مستمع إلى ما نقوله أنها حجة عليه مستقبلا سوف نقول أننا كنا في مساحة للرأي وذكرنا كذا وكذا. نعم، ولكن يعني هناك فكرة التنسيق مع الجهات المختصة زي ما حضرتك قلت. بالنسبة للمجلس التخصصي للتنمية المجتمعية، هل هناك تعاون بين المجلس القومي لشؤون القبائل المصرية وبين هذا المجلس في التخطيط والتنمية والأمن القومي المصري في هذه المناطق الحدودية الهامة؟ المفترض أن المجلس، مجلس القومي لشؤون القبائل المصرية، أنه حديث الإنشاء. المجلس الآخر مجلس قديم ومنظم من خلال كوادر وظيفية. المفترض أنه يطرح رؤى معينة على المجلس القومي لشؤون القبائل المصرية، نعطيه آراءنا، لا نبخل عليه بالاستشارة من كل أعضاء المجلس، نقول أن هذه مناسبة، هذه كذا، هذه تحتاج إلى كذا. ولابد أن تكون هذه المجالس مجتمعة، أن تتعاون فيما بينها. لكن هذه لم يتم اختارنا في المجلس القومي لشؤون القبائل المصرية بأي طلبات من هذه المجالس. يعني أو ليكن مجلس قومي للمرأة، مجلس قومي كذا، تطلب من المجلس لشؤون القبائل المصرية ما تريد ونحن نعطي. بمعنى أن عندنا مثلا في لجنة المرأة، لجنة المرأة في مجلس شؤون القبائل المصرية في مجلس لا يوجد تعاون مع المجلس القومي للمرأة، في حين أن المرأة
المرأة في القبائل المصرية تحتاج أيضا إلى من يعاونها، لأنها فعلا عانت شظف العيش، هي التي تقوم بالخبز، هي التي تقوم بتربية أطفالها في أسوأ الظروف في مناطق بعيدة. لابد للمجلس القومي أيضا، لكل المجالس أن تتعاون مع المجلس القومي لشؤون القبائل المصرية حتى نعاون في بناء هذا الوطن. الوطن يحتاج إلى بناء، يحتاج إلى تكاتف. لابد لأبناء الوطن أن يكونوا ظهيرا للسيد الرئيس في هذه المرحلة، هذه المرحلة الهامة في تاريخ الوطن. لابد لنا جميعا أن نتكاتف، أبناء القبائل المصرية والحضر والبادية، خلف القيادة السياسية، وإلا لن نقول أن الخير في المرحلة القادمة، ولكن يحتاج إلى تكاتف من خلال التوعية، من خلال الإعلام. الإعلام لابد أن يشير إلى نقاط الضعف كما يشير إلى المناطق الأخرى من خلال النجاحات التي تقوم الدولة بتعزيز هذه. طبعا سينا جزء غالي جدا على قلوبنا، ولكن يعني لما نتكلم عن فكرة التنمية، هل نحن في حاجة إلى تنمية متوازية في جميع المناطق الحدودية والتي يوجد بها الشيوخ وقبائل المصرية، أم نبدأ بهذا الجزء الغالي من أرض الوطن سيناء، يعني باعتبار أنها جزء هام وباعتبار أن بها العديد من الموارد الطبيعية والثروات المعدنية والموقع السياحي المهم، ده بالإضافة أيضا إلى نقطة الأمان أو الأمن القومي نظرا لأن التنمية هي أحد أوجه الأمن القومي. سيناء حقيقة تحتاج في البداية إلى زرعها بالبشر من خلال مصادر محاور التنمية التي ذكرتها. لابد أن نبدأ بسيناء وأيضا في المناطق الأخرى. يعني معلش السيد الرئيس حاليا مشروع في الصحراء الغربية ينفذ، مشروع في قناة السويس بدأ ينفذ، كل هذه المشروعات في منطقة العلمين على التوازي مع الجانب الأيمن وتطهير مصر من كل إرهاب يؤذيها. لابد أن نبدأ في مشروعات للتنمية، لحضرتك الشباب يحتاج حقيقة الآن إلى البدء في مشروعات حتى ننهض بمصر. ولكن سيناء لها أولوية لأنها ظلمت حقيقة أكثر من المناطق الأخرى التي يمثلها المجلس القومي لشؤون القبائل المصرية، لأن كما ذكرت في المقدمة أنها من 56، لا من قبل 56، من قبل 67، ده من 56 وما قبلها، وأهل سيناء يعانون. لأن حضرتك كما تعلمين أن منطقة سيناء هي مسرح للعمليات الحربية منذ فجر التاريخ، سواء كان الرومان ثم تبعهم الفرس ثم تبعهم كذا، فهذا مسرح للعمليات. لابد علينا من خلال الخطة الطموحة أن نبدأ في تنمية سيناء بداية. عندما يتم إنشاء مدينة رفح الجديدة إن شاء الله بإذن الله، هل سوف تنتهي المشاكل والتحديات الموجودة في سيناء والمتعلقة بوجود عمليات إرهابية أو دخول يعني جماعات متطرفة أو خلافه؟ يعني حضرتك ذكرت أن القوافل وأيضا القبائل المصرية في سيناء بتعلم كل شبر في هذه المنطقة وتدخل تحت نفوذ كل قبيلة، فهل بعد وجود الشريط الحدودي وإخلاء هذه المنطقة وبعد إنشاء هذه المدينة سوف تنتهي تماما هذه العمليات والهجمات التي عانينا منها في الفترة السابقة؟ حضرتك الموضوع سيادة الدولة، أي دولة إنها تسيطر سيطرة كاملة على كل حدودها السياسية. يعني السيادة اللي بسمع عنها حضرتك سيادة الدولة إن أنا أكون مسيطر على حدودي السياسية. حدودي في هذه المنطقة اللي هم 14 كيلو المتخمين لغزة لم تكن السيادة لمصر مكتمل عليها من خلال العبث في الأنفاق وما شابه ذلك. الآن تم إخلاء الشريط الحدودي وصارت القوات المسلحة مسيطرة على هذا الحد سيطرة كاملة. أقول أن السيادة الكاملة لهذه الجزئية تمت لمصر. بدأت موضوع تطهير العمليات التي تقوم بها الجيش لتطهير هذه المناطق، لكن الشباب في هذه المنطقة، في منطقة شمال سيناء، في منطقة رفح تحديدا، الشيخ زويد
وهذه المناطق ألا يحتاجون إلى مشروعات عاجلة تساعدهم على العيش وصدف العيش؟ أكيد طبعاً. ما معنى أن أنا أبني مدينة وأتركهم بدون مورد رزق؟ لابد على الدولة أن تبدأ في خلق مشروعات سريعة، والقوات المسلحة قادرة على ذلك. كما تعلمين هذه المنطقة مشهورة بزراعات المشمش والخوخ وكذا. هذه المنطقة لو تمت في أو الزيتون، هذه المنطقة لابد أن تقام مصانع، لابد أن تقام مصانع من خلال تعني بتصدير المنتج. تعرف حضرتك الإسرائيليين كانوا بيمسكوا الخوخ ده ويحطوه في شوية محلول سكري وبيودوه للاتحاد الأوروبي بيباع بعشرات اليورات، لاعتباره أنه صادر طالع من منطقة خاصة، هي منطقة سيناء، منطقة مقدسة، فيباع في السوق الأوروبي بهذه المبالغ. ليه احنا مصريين نبدأ في ذلك؟ الزيتون تم بيعه بسعر زهيد جدا لا يساوي أي مصروفات عليه هذا الموسم. البلح كذلك، الخوخ كان المرة اللي فاتت أيضا كان تم بيعه بمبالغ زهيدة. لابد للدولة أن تبدأ في فتح مشروعات تساهم لهؤلاء الشباب الذين انتقلوا إلى مدينة رفح الجديدة في مشروعات من خلالها يستطيعون مقاومة الحياة اليومية. مشروعات هي موجودة بالفعل، يعني لا تحتاج إلى تمويل أو استثمار، هي بالفعل موجودة. ما فيش مصانع حضرتك، ما فيش غير مصنع فقط للقوات المسلحة. نعم، أنا أتحدث عن الأراضي الزراعية خاصة. لا، أنا محتاج أبار، محتاج أبار. معلش أنا شاب أجيب من فين أعمل أبار؟ محتاج استصلاح، مستلزمات إنتاج لأول مرة، شتلات، كل هذا لابد للدولة أن تبدأ فيه حاليا. يعني لكن بدأنا بمشروعات اللي هي البير حضرتك 25 فدان، أو لو كان أبار أعمق تبقى 50 فدان. إيه المشكلة أن يبقى فيه 2 شباب في هذه المنطقة؟ نبدأ نحرك العجلة إلى حدوث التنمية المستدامة الكبيرة والطفرة الاقتصادية التي تحتاجها الصناعة. الصناعة ليست تقف على الزراعة فقط، في حضرتك مشروعات طبعاً دينية، في الرخام، في الزجاج، الثروات المعدنية، صناعات الزجاج. يعني حسنا ما فعل السيد الرئيس بعدم تصدير مواد الخام في الفترة القادمة. لابد أن نبدأ حاليا في بناء هذه المصانع. نحتاج إلى مصانع للزجاج، نحتاج إلى مصانع للرخام. حضرتك الرخام من مصر بيطلع على الصين بيتصنع وبيرجع لنا في الصين مصنعات. احنا بنشتريه بملايين الدولارات من الصين. لابد من الآن في وادي التكنولوجيا المتاخم لسيناء في الإسماعيلية، لابد أيضا من الاعتناء بالتقسيم الأخير الذي صدر به، الذي كان من ضمن مشروعات أو برنامج السيد الرئيس، لابد أن يطبق. لابد أن احنا نبدأ مشروعات سريعة، ممكن من خلال التنمية السمكية. كل هذه مشروعات لابد أن نبدأ بها حاليا. نعم، ولكننا نتحدث كثيرا عن هذه المشروعات، ولكن هل لمستم خطة أو تعاون من خلال وجودكم في المجلس القومي لشؤون القبائل المصرية مع متخذي القرار ومع مجلس الوزراء، يعني مع متخذي القرار في مصر؟ كما تعلم حضرتك المجالس ليست جهات تنفيذية. نعم. هي جهات تشاورية. تقدم المشورة إلى الجهات التنفيذية. يعني من خلال البرنامج اليوم تكلمنا اليوم على أن احنا نحتاج إلى مشروعات كذا وكذا وكذا. المفترض أن صاحب القرار اللي هو متمثل في وزارة الزراعة، متمثل في هيئة التنمية الصناعية، متمثل في هيئة التنمية السياحية، أنهم يبدأوا من الآن هذه الخطط. السيد الرئيس لا يقوم بكل شيء. نعم. يعني بناء على الأفكار يعني والخطط اللي بتعرضوها بالضبط. يعني أنا معلش في هيئة التنمية السياحية المفترض أنه هو يبدأ في أنه هو يكون لجان لتنمية سيناء سياحيا. هيئة التنمية الصناعية تبدأ في دعوة المستثمرين لبناء هذه المصانع. أكثر من جهة تحتاج إلى هذه الأفكار. إن شاء الله. يعني بالتالي مع وجود رؤية جديدة مش بس زي ما حضرتك ذكرت لسيناء، ولكن لكل منطقة غالية في مصر، إن شاء الله بإذن الله يكون في تنمية حقيقية وتنمية مستدامة. إن شاء الله بإذن الله نتقابل مع حضرتك تاني ويكون في فعلا حلم طبق على أرض الواقع. بشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار محمد مبارك عضو المجلس القومي لشؤون القبائل المصرية. شكرا جزيلا حضرتك. شكرا لساعتك. شكرا فندم. ومشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. إلى اللقاء.